اول موضوع عندنا في الهارت بقى موضوع بجد الكارديو بروبرتس، شابتر اسمه الكارديو بروبرتس، خصائص القلب، خواص القلب. القلب له اربع خواص. اول خاصيه هي الاكزايتابيليتي. اكزايتابيليتي يعني قدره القلب على الاستجابه. تاني خاصيه هي الريزمزيتي. ريزمزيتي يعني قدرة القلب على تنظيم الدقات، انه يدق ان ريزم. تالت خاصية هي الكونداكتيفيتي يعني قدرة القلب على توصيل الاشارات. رابع خاصية هي الكونتراكتيليتي يعني قدرة القلب على الانقباض. طيب لو ابتدينا دلوقتي بأول خاصية اللي هي الإكزايتابيليتي، قدرة القلب على الاستجابة، وابتدينا نتكلم عن القلب. القلب دوت هو ما هو إلا مصل عضلة، والعضلة دي متكونة من مصل فايبر، وزي السكيلتال مصل لازم يكون ليها ممبرين بوتنشال. أيوه ليها ممبرين بوتنشال. ممبرين بوتنشال أو ريستنج ممبرين بوتنشال بتاعها بيبقى عند سالب 90 ملي فولت. سالب 90، وعلامه سالب ديت يعني بتقول ان جوه نيجاتيف ان ريليشن لبره، لو اتكلمنا عن الايونيك كونفيجريشن بتاع الكاردياك ماسل ديورنج ريست، هنلاقي ان البوتاسيوم موجود جوه على تركيز عالي جدا جدا جدا، على تركيز 150 ملي مول، 150 ملي مول، بينما البوتاسيوم بره اوتسايد موجود على تركيز 5 ملي مول، يعني احنا لو سيبنا للبوتاسيوم الحركه، لو فتحنا له المجال هيتحرك منين لفين؟ من جوه يطلع على بره، من جوه الكاردييك ممبرين على بره تو اول سايد. بينما الصوديوم موجود جوه بتركيز 20 ملي مول، موجود بره بتركيز 140 ملي مول. يعني لو سيبنا للبوتاسيوم الحركة هيتحرك من بره ويدخل على جوه. موجود بره اوتسايد برضو الكالسيوم. الكالسيوم برضو دوت بوزيتيف تشارج ايون، ودي برضو فايدة هايلة جدا جدا في الكونتراكتيليتي، في انقباض عضلة القلب. وموجود جوه بوتاسيوم، which is negative charge، وبروتينيت which is negative charge. ده الايونيك كونفيجريشن اكروس الكاردياك ميمبرين. وضع في الاعتبار ان في كمان بامب ميكانيزم موجود على الكاردياك ميمبرين، اهمهم واشهرهم هي الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي احنا خدناها قبل كده في النيرف. صوديوم بوتاسيوم بامب اللي هي بتتحرك 3 في 2 3 و2 3 و2، تدخل 2 بوتاسيوم وتخرج 3 صوديوم. وفي بامب تانية خاصة بالكالسيوم بنسميها كالسيوم اي تي بيز بامب، دي موجودة برضو على الممبرين. طيب وفي بامب تالتة اسمها صوديوم كالسيوم اكسشينجر، معلش الكلام دوت ابديتنج شويه، بس لازم نبقى عارفينه علشان خاطر هيفيدنا بعد كده واحنا بنشرح الكلام اللي جاي. دوت بشكل عام المنظر العام للكاردياك ماسل كايونيك كونفيجوريشن. طب لو جينا بصينا دلوقتي على الخاصيه الاولى اللي هي الإكزايتابيليتي، علشان تحصل لازم يحصل يكون في ستيميرس. هذا الستيميرس ده الكلام ده واخدينه في المصل، لازم يكون ثريشولد ستيميولاي، تحفز كافي يجي على الكاردياك
ممبرين وهي في حالة الريست يجي على الكاردياك ممبرين وهي في حالة ريست. واحنا قايلين ان ال NA بره والسي A بره اكتر والكي جوه اكتر. طيب لما الستيمولس او الثريشولد ستيمولاي دوت هيجي على الكاردياك ممبرين وهي في حالة ريست هيحصل ما يسمى بالاكشن بوتنشال. هيحصل ما يسمى بالاكشن بوتنشال اللي هو هيبقى منظره عامل كده. هنطلع هنسالب 90 ونطلع لفوق لحد بلس 20 بعد كده ننزل لحد بلس 10 وبعد كده نمشي شوية على خط شبه المستقيم عند الزيرو بوتنشال بعد كده ننزل تاني للريست. ده منظر الاكشن بوتنشال اوف كاردياك ماسل. ده منظر الاكشن بوتنشال اوف كاردياك ماسل which is composed of depolarization phase. دي بولاريزيشن فيز اللي فيها الممبرين طلع لحد بلس 20 ان فيها انيشيال ريبولاريزيشن فيز اور شورت ريبولاريزيشن فيز وفيها البلاتو وفيها اللونج ريبولاريزيشن فيز. واضح كده ان depolarization دوت is rapid process بينما repolarization is a slow process. مش بس slow دي كمان triphasic process يعني process triphasic متكونة من ثلاث خطوات. لو ابتدينا نتكلم عن depolarization phase واحنا ممكن نسميها phase zero. depolarization phase in membrane potential decrease من سالب 90 وصل لحد بلس 20 يعني بدل ما كان الفرق بالماينس بقى الفرق بالموجب which is mean ان النيجاتيف تشارج انسايد كان مور اتريستنج فاليو اوكي على نهايه الديبولاريزيشن بقى البوزيتيف تشارج انسايد از مور ذان outside. واللي خلى الممبرين بوتنشال يطلع من سالب 90 لبلس 20 progressive increase in membrane permeability. In membrane permeability to NA. يعني ال NA ابتدى يتحرك من بره ويدخل على جوه. ال NA ابتدى يتحرك من بره ويدخل على جوه يعني ابواب ال NA اتفتحت. الفولتج جيتد صوديوم شانل ار اوبن. فتحت الفولتج جيتد صوديوم شانل خلت ال NA ينفلو يدخل على جوه لان تركيزه بره اعلى من تركيزه جوه. تمام حلو قوي الكلام دوت لحد ما وصلنا لبلس 20. اول ما وصلنا لبلس 20 repolarization phase هتبدا ازاي نمبر 1 بان هيحصل inactivation to NA channel. ده نمرة واحد. أول حاجة هتحصل إن الـ NA channel اللي كانت عمالة بتدخل NA على جوه تبدأ تقفل فالـ NA ما يعرفش يدخل على جوه. نمرة اتنين هنلاقي opening
opening المين للديليد بوتاسيوم تشانل opening للديليد بوتاسيوم تشانل فتح أبواب البوتاسيوم والبوتاسيوم لما نفتح له باب البوتاسيوم أكتر فين أكتر جوه فلما نفتح له باب هيبدأ يتحرك من جوه يطلع على بره طلوع الـ NA على بره سوري الـ K على بره ده اللي بيعمل الشورت ده اللي بيعمل أول فيز هنا اللي هي اسمها شورت ريبولاريزيشن فيز شورت ريبولاريزيشن فيز اللي بتخلي الممبرين بوتنشال يتحرك يتشينج من بلس 20 لبلس 10 يعني نزلنا شوية تمام بعد كده هتحصل الفيز التانية اللي في البلاتو اللي هي بنسميها بلاتو في البيبولاريزيشن انا اسف وبنسميها بلاتو وفيها الممبرين بوتنشال بيبقى عند الزيرو بوتنشال ايكوال زيرو بوتنشال يعني الكهرباء بتبقى عند رقم زيرو وفيها الممبرين بيمشي على خط مستقيم هذا الخط المستقيم حصل due to balance توازن between ال positive charge اللي هتين flow اللي هتخش اللي هما مين ومين اللي هما ال NA وال CA that means that in the CA channel are open and positive charge which outflow اللي هم مين اللي هم الكي يبقى هيبقى في بالانس في الممبرين ما بين ال NA وال CA اللي هيدخلوا والكي اللي هتخرج فهذا البالانس بيخلي الممبرين ماشي على تقريبا ستريت لاين اللي احنا بنسميه بلاتو تمام فيز 3 هي اخر فيز في ريبولاريزيشن بنسميها رابيد اور لونج ريبولاريزيشن فيز وفيها الممبرين بوتنشال بيرجع للريستنج فاليو بيرجع للريستنج فاليو يعني بيرجع لسالب 90 والسبب في كده ايه؟ السبب في كده انكريز ان برميابيليتي زياده في البرميابيليتي اوف ممبرين تو بوتاسيوم اللي هي اوت فلو فيعدل الممبرين بوتنشال طيب الكلام اللي اتشرح دوت بيتحط او بيندرج تحت عنوان ايونيك تشينج التغيرات الايونيه اللي بتحصل ديورينج اكشن بوتنشال في تغير تاني بيحصل ديورينج اكشن بوتنشال بنسميه ميكانيكال تشينجز وفي احنا عايزين نعمل كورليشن يعني علاقه بين حاجتين بين اكشن بوتنشال اند ميكانيكال ريسبونس يعني ايه ميكانيكال ريسبونس يا دكتور يعني الحركه الميكانيكيه بتاعت القلب اللي هي متكونه من حاجتين من كونتراكشن بنسميه سيستول ومن ريلاكسيشن بنسميه دايستول طيب عايزين نعمل تزامن لو عملنا تزامن نقول ايه نقول ان الميكانيكال ريسبونس دوت اللي هو متكون من سيستول ودايستول لاست بيقعد مره ونص قد ال
الاكشن ايه، ادي الاكشن بوتنشال مرة ونص، يعني الوقت بتاعه الديوريشن اللي بيحتاجها مرة ونص علشان تعمل كونتراكشن وريلاكسيشن. تمام، ما هي نانسي عجرم غنت ونص علشان خاطر موضوع الميكانيكال ريسبونس. طيب لو جينا عملنا كورليشن ما بين الاكشن بوتنشال والكونتراكشن والريلاكسيشن، هنلاقي ان الكونتراكشن بيبدا مع بدايه الديبولاريزيشن فيز وبيخلص عند نهايه البلاتو، يعني الفتره دي كلها سيستول، فتره سيستول يعني من هنا لحد هنا. لو جينا بصينا على القلب هنلاقيه عامل كونتراكشن، بينما الفتره من عند بدايه اللونج ريبولاريزيشن فيز وجزء كمان في الريستنج دي فتره الدياستول، يعني الفتره دي من هنا لحد هنا دي فتره الدياستول. يعني الدياستول نصه في الريبولاريزيشن فيز والنص التاني عند الريستنج فاليو. تمام، حلو قوي الكلام دوت، جميل. ده الميكانيكال تشينج. يبقى وانا بدرس الاكسايتابيليتي بتاعت القلب انا بدرس اول حاجه الايونيك تشينج، تاني حاجه الميكانيكال تشينج، تالت حاجه بدرسها الاكسايتابيليتي تشينجز، التغيرات في الاستجابه، التغيرات في الاستجابة. ادي منظر الاكشن بوتنشال، ده منظر الاكشن بوتنشال. ماذا يحدث لو انا جيت اديت ستيمولس محفز للقلب وهو في حالة الديبولاريزيشن فيز او في حالة البلاتو او في حالة الشورت ريبولاريزيشن فيز؟ وماذا يحدث لو جيت اديت للقلب ستيمولس وهو في حالة الرابيد ريبولاريزيشن فيز؟ وماذا يحدث لو جيت اديت للقلب ستيمولس at the end of action potential؟ يبقى انا عندي ثلاث حاجات هتبص عليها. لو انا اديت ستيمولس للقلب من في الديبولاريزيشن فيز او في الشورت ريبولاريزيشن فيز او في البلاتو اللي هي على ارض الواقع، الفتره دي كلها فتره سيستول، من هنا لحد هنا دي فتره سيستول، المحصله هتبقى نو ريسبونس، لا توجد استجابه، يعني القلب مش هيستجيب لهذا المحفز حتى لو المحفز ده كان قوي. الفترة دي بنسميها absolute refractory period، والفترة دي زي ما احنا شايفين دي فترة السيستول. لو جيت اديت ستيمولس للقلب وهو في الرابيد ريبولاريزيشن فيز الاستجابة هتبقى weak response، استجابة ضعيفة weak response، والفترة دي بنسميها relative refractory period. أما لو جيت اديت ستيمولس للقلب at the end of action potential الاستجابة هتبقى strong response، استجابة قوية strong response، الفترة دي بنسميها سوبر نورمال فيز. طيب يا دكتور ايه الحكمة من الكلام ده؟ ربنا خلى الفترة من عندي ديبولاريزيشن فيز لحد الاند اوف بلاتو هي فترة ابسوليوت ريفراكتري بيريود
absolute refractory period coincide يعني تتزامن مع ال contraction phase اللي هي فترة السيستول to prevent علشان يمنع titanization of heart. What's meant by titanization? يعني continuous contraction. ما ينفعش القلب يعمل continuous contraction. Continuous contraction is fatal condition. لازم القلب زي ما بيعمل انقباض لازم يعمل ارتخاء، لازم اديله فرصة. فهو دلوقتي في حالة انقباض، ما ينفعش تيجي تديله ستيمولس يعمل انقباض وراه. لازم يريح، لازم ياخد فترته، لازم ياخد يريح، ومش عشان يريح وبس، عشان يملى بلاد، عشان يضخه. دي الاكزايتابيليتي تشينج، ودي الحكمة من ان الابسوليوت ريفراكتوري بيريود از لونج ان ديوريشن. لو عملنا لها كومباريزون مع السكيليتال ماسل او مع النيرف، هنلاقي ان الابسوليوت ريفراكتوري بيريود بتاعت الكاردياك ماسل از لونجر، والسبب تو بريفنت تيتنايزيشن اوف هارت. ده اول خاصية من خواص القلب اللي هي الاكزايتابيليتي. شكرا.